رحمه هو كان كويس ما فيش حاجه، وفجاه صدره وجع الم فظيع في صدره. بس انا مش عايز انكد على الناس، هو مش عايز انكد على الناس. الناس كلها متعاطفه معاك وبتدعي له بالرحمه والمغفره. يا رب. الم فظيع في صدره، صريخ بيصرخ على طول، مش حاسس، قعد يومين على طول ومش عايز يروح المستشفى. تحايل عليه مش عايز يروح، ولما وافق انه يروح مستشفى والدته خدته وديته المستشفى، عملوا له اشعه، وتاني يوم بقى هيعملوا له جهاز كده عشان كان اتضح ان في عليه في ميه على صدره، فما لحقوش بقى يعملوا حاجه، مات على طول الله يرحمه. بصيت عليه لقيته بيصرخ وتعبان. ده الكلام ده اول ما راح المستشفى. كنت قاعد بتفرج على الماتش بتاع النهائي بتاع المنتخب، وهي راحت وديته وانا رحت لها بقى بعد الماتش. ما كنتش اعرف ان الحكايه كده، فانا قاعد عارف ان الموضوع بسيط يعني. الماتش خلص ورحت لهم على هناك بقى، لقيته قاعدينه على عجله وجايبين بقى عملوا له اشعه وبيزقوه بقى بالعجله كده. فبصيت له كده وشاورت له كده، تعبان. والدته ما كانتش نامت بقى، ما كانتش نامت 24 ساعة، ما كانتش نامت وهي جنبه. فجبت المساعد اللي معايا في الفرقة، قلت له اقعد معاه لغاية بكرة، لغاية ما هي تروح تنام. ما نامتش خالص، يا دوبك هي روحنا ما فيش 3 ساعات واتصل قال بقى في حياتكم، بقى في حياتنا. الصريخ بقى بتاع امه، يا ريتني ما سيبته، يا ريتني ما سيبته، انا ايه اللي خلاني سيبته؟ انا احساسها بان هي لما مشيت هو اتاثر يعني. واعتقد انا برضو كده، لانه مش واخد على انه يبقى في مستشفى وبتاع.